أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين وعلى صحبه المتجهين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعيد طرح هذه الفكرة التي تفضل بها المقدم في هذه الصيغة. لماذا لا نحتكم إلى طريقة بسيطة سلمية تنتهي في يوم واحد؟ نقدم نحن مرشحنا لرئيس الوزراء، ولتقدم الحكومة كل أفرادها، وليقدم النظام كل أفراده، ولديهم التلفزيون وكل وسائل الإعلام. سنقدم خليل المرزوق، وقدموا ما شئتم، ونذهب إلى الاستفتاء إذا حصلتم. إذا حصلتم أيها الحكومة وأيها النظام على أكثر من 30% فتعالوا حتى نقول أنكم لديكم شعب. وسيفوز عليكم خليل المرزوق، وسيأخذ 70%. تعالوا نذهب إلى هذا التحدي. منذ زمن طويل أنا بعت ابني خليل لله عز وجل. كلمة والد القيادي أمير الشعب خليل المرزوق. نعم أيها الأب، منذ أكثر من 20 سنة من معرفتي بابنك خليل، وجدته قد باع نفسه لله بدون تردد، وأوفى هذه البيعة حتى هذه اللحظة. باع نفسه لله على بصيرة وهدى، باطمئنان قلب وراحة ضمير. شاب يمثل طموح هذا الشعب، طموح الشباب وشابات هذا الشعب، يتطلع إلى الحياة الكريمة والتقدم والتحديث. أيتها الأسرة الكريمة لخليل المرزوق، هنيئا لكم بهذا البطل، فقد أوفى دائما عهده مع الله ومع الشعب، وساهم في صنع فارق إيجابي في حياة هذا الشعب. قروا عينا يا والد خليل، يا أسرة خليل، يا زوجة خليل، فإني أرى الآلاف أمامي خليل هنا. كررت وأكرر هنا للمرة 100 موقفنا وموقف خليل من إدانة العنف من أي طرف، والدعوة إلى العمل السلمي كخيار استراتيجي لإحداث التحول الديمقراطي المنشود. وكررت وأكرر هنا للمرة 100 أيضا، إننا ماضون في هذه الثورة حتى النهاية. تقلتم خليل، تقلتم الأستاذ عبد الوهاب، تقلتم إبراهيم شريف، تقلتم الشيخ المحفوظ، قتلتم والد الشيخ الديهي، تقلتم إخوته. أقول لكم لدي 9 أخوة اعتقلتم بعضهم وبعضهم في المعتقل، ولدي زوجة، ولدي ابن وبنت. أبدأ بنفسي،
اعتقلوني بقية حياتي. واعتقلوا زوجتي. واعتقلوا إخوتي. واعتقلوا إخوتي. واعتقلوا ابني. اعتقلوني طوال حياتي. اعتقلوا زوجتي. اعتقلوا إخوتي. اعتقلوا ابني مجتبى ذي 18 ربيعا. واعتقلوا بعده بنتي نبأ ذات 5 أعوام. ليس لكم شرعية شعبية. لو وضعتمونا جميعا في السجن لن نعطيكم هذه الشرعية. نحن لا نريد أن نقصي أحداً من هذا البلد، لا طوائف ولا قبائل ولا أسر. نريد أن نعيش جميعاً على قدم المساواة، جميعاً نتمتع بالكرامة والحرية. إذا أردتم أن تعيشوا معنا بهذه الطريقة فيدنا مفتوحة وقلبنا مفتوح، ونحن على استعداد لإيجاد هذه الصيغة السياسية التي تحترم الجميع. أما بهذه الطريقة فأقول لكم ليس لكم شرعية شعبية، وكل ما عندكم هو مجرد بندقية تطلقونها على الأبرياء وصدورهم العارية. حبيبي خليل، حبيبي خليل، سقطوا الحكومة، ردوا علي إذا بغيتم بتسقيط هذه الحكومة والمطالبة بالديمقراطية. حبيبي خليل، أنت على الحق، تدعو إلى الخير، تدعو للخير لكل أبناء هذا الوطن. معك كل المنصفين، معك كل الأحرار في البحرين وخارج البحرين. أعرف أنك لا يهتز لك جفن، لا يطرف لك جفن، ولا تهتز لك قدم، ولست قلقا عليك أبدا، فقد خبرتك وأعرف معدنك. رسالة الوحدة، من هنا أؤكد أن حركتنا هي حركة وطنية بحرينية مستقلة عن أي طرف خارجي، وإن مطلبها الحرية والديمقراطية والمساواة لكل أبناء البحرين. ليس لها علاقة بالطائفية أو القبلية أو العرقية، هي حركة إنسانية تطالب بمطالب إنسانية محقة. وإن سر قوتنا وصمودنا وثباتنا هو توكلنا على الله سبحانه وتعالى الذي لم يخذلنا ولن يخذلنا، ونحن على هذا الدرب سائرون. وأؤكد لكم أيها الأحبة أننا لا نهدف إلا إلى رفعتكم وعزتكم وكرامتكم في المحرق وفي الرفاع التي أفقدكم هذا النظام إياها. فنحن نريد لهذا الوطن بكل أبنائه أن يعيش محترماً عزيزاً كريماً. إلى النظام، تتحمل أيها النظام عبر سياساتك الخاشمة هذه الأوضاع السلبية التي تعيشها البحرين بشكل دائم، وليس فقط في هذه السنتين والنصف. أنت تتحمل الأزمة السياسية والأمنية المستمرة منذ عقود بسبب رفضك للديمقراطية والإصلاح ومشاركة الشعب في إدارة الشؤون منذ العشرينات وقبل العشرينات حتى الآن. أنت تتحمل المسؤولية لأنك
لا تمتلك الكفاءة في إدارة الثروة الوطنية، فالسرقات في كل مكان وتفديد الثروة في كل مكان، فأنت تتحمل كل مظهر من مظاهر الفقر والحرمان والعوز والتخلف في هذا البلد. أنت المسؤول بسبب سياساتك البوليسية وخياراتك الأمنية والقمعية التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، لذا أنت المسؤول عن كل السلبيات التي تجري. أما هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم فهذا واجبهم الديني وواجبهم الوطني وواجبهم الإنساني، العمل من أجل إصلاح واقعهم. انطلقت ثورتنا أيها النظام بحكم الضرورة، لم نخرج كما قال من قدم في نزهة أو لأن شعبا آخر خرج فخرجنا نحن بعده، إنما دفعنا إلى الثورة الضرورة، الضرورة التي يكتوي بها كل واحد من أبناء هذا الوطن، وهو ينتظر خدمة إسكانية لعشرين سنة، وهو ينتظر تعليما مناسبا لابنه، وهو ينتظر دخلا يسد به جوعه ويكسو به أراه. خرجنا من أجل الحرية والكرامة التي أفقدتموها هذا المواطن، فهي ثورة ضرورة، وثورة الضرورة لا تتوقف. وزادتنا قناعة وإصرار أساليبكم الهمجية الجاهلية التي ذهبت إلى أبعد حد في التخلف، فزدتمونا أكثر من 14 من فبراير بأن نستمر حتى نحدث هذا التغيير الجذري. افهموا، كل اعتقال يزيدنا إصرار، كل شهيد يزيدنا إصرار، كل مفصول يزيدنا إصرار، كل ما استجلبتم مرتزق من الخارج يزيدنا إصرار، وسنستمر على إصرارنا حتى يتحقق هذه المطالب العادلة لشعبنا. أنتم تعطوننا الدليل تلو الدليل كل يوم على صحة هذا الخيار. اعتقالكم إبراهيم شريف والشيخ المحفوظ والأستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ المقداد ونبيل رجب وخليل وريحانة وزينب وأكثر أو قرابة 3000 معتقل، نقول لكم انظروا إلى هذه الساحات، ولدينا موعد سأشير له في نهاية هذه الخطبة، انظروا إلى هذه الساحات، هناك عشرات الآلاف وهناك عشرات الأبطال سيتقدمون على هذا الدرب تصنعونهم بهذه السياسة الهمجية. رسالتنا إلى الحوار، كنا ولازلنا مع الحوار الحقيقي الذي يفضي إلى حل سياسي شامل ودائم وعادل يحقق مصالح جميع أبناء البحرين بدون إقصاء أو تمييز. أما الحوارات غير الجادة فنحن لسنا متلهفين لها، فإن وجدنا حوارا جادا حقيقيا صادقا يريد أن ينقذ هذا الوطن ستبقى أيدينا مفتوحة، أما الحوارات الشكلية فليس لها قيمة. رسالة خليل لكم، استمروا في الثورة بفاعلية وتمسكوا بالسلمية وتعاونوا ونسقوا بينكم في كل الجهود.